هل ورد شيء في فضل صيام أول رجب؟ لم يثبت في رجب بخصوصه أي حديث، إنما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، منها صيام 3 أيام من كل شهر، لا يلزم أن تكون الثلاثة الأول. والأحاديث التي وردت في الصوم في بداية الشهر لا تصح.